لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، والمسجل عبد الإله الحافظي. عبد الإله الحافظي يتمكن من هز شباك الحارس عبد الرحمن الحواصلي. كانت محاولة يعني من وسط الميدان، محسن متولي كيمرر عن شمس الدين الشطيبي الذي يمرر بدوره في اتجاه عبد الإله الحافظي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. يعني كيجي الدقة الثالثة من بداية الجولة الثانية. لاحظوا مرة أخرى تمريرة، كان هناك فراغ، لاحظوا عبد الإله الحافظي القادمون من الخلف رأسية ضربت في أحد المدافعين وتغير يعني مسارها لتعانق شباك الحارس عبد الرحمن الحواصلي. إذن الهدف أول خلال